بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي سمي شعبان لتشعبه، لأن العرب كانت تبحث فيه عن الماء، وقيل إن العرب كان يغير بعضهم على بعض، وهو يأتي بين رجب وبين رمضان. ورجب كانت تعظم هذا الشهر، العرب كانت تعظمه، وكذلك رمضان تعرفون ما فيه من الفضائل ومن الليالي المباركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله مع هذا الشهر؟ كان صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب هذا الشهر، ولهذا ثبت عند أبي داود وغيره بسند صحيح أن أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أراك تصوم هذا الشهر أكثر من الأشهر التي غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر يغفل عنه الناس. فهذا دليل أيها الإخوة والأخوات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذا الشهر بالصيام. وما أعظم هذه العبادة العظيمة التي هي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، لا يطلع عليه أحد. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ولهذا ينبغي على العبد أن يعود نفسه في هذا الشهر على الصيام. ولهذا يقولون من العلل، يقول أهل العلم من العلل في صيام هذا الشهر أن المسلم يتعود على ويتدرب على هذا الصيام لكي يدخل شهر رمضان ولا يكون عليه مشقة في ذلك. فلهذا ينبغي على العبد أن يصوم هذا الشهر، إما أن يصومه كله أو يصوم أغلبه أو يصوم بعضه. ولهذا يجتمع في هذا الشهر العظيم هذه العبادة العظيمة. كذلك لو عود نفسه على صيام الاثنين والخميس أو صيام الثلاثة أيام من كل شهر، عود نفسه على هذه العبادة العظيمة. وكذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجلسون مع هذا القرآن، مع هذا الكتاب العظيم، يقرؤون هذا القرآن ويتداولون هذا القرآن بينهم مراجعة، ويسميه العلماء أنه بشهر القراء، لأنهم يراجعون هذا الكتاب العظيم لكي يتدربوا على قراءته في شهر رمضان. وكذلك يتعودون أيضا من ناحية القيام، قيام الليل. فالإنسان إذا عود نفسه إخوة الكرام على قيام الليل في هذا الشهر، فإنه بإذن الله عز وجل تتعود نفسه على قيامه، كما أنه تتعود نفسه على قراءة القرآن وعلى الصيام. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.